النهارده هنكمل القطع المراجعه عشان الامتحان، فانتم ما حليتوش الجزء ده صح؟ ها ما تحلش صح، ده في الواجب ما تحلش يا بنات، حد يرد عليا. نعم مس، ما مش بكلمكم، واحدة قافلة الصوت والتانية صوتها مش طالع. كم سنة هو؟ طيب ده احنا ما حليناهوش مش كده؟ مس حبايبي بقول الجزء احنا ما حليناهوش صح؟ طب يلا بينا، ها يلا يا سما، انا عايزه انجاز النهارده كده عشان عايزه اخلص المنزله دي. هل تستطيع صوتك بعيد يا سما، لو سمحتوا اقعدوا في مكان واحد يا اما ظبطوا الصوت. سما تعال في الميتنج ده؟ مش دلوقتي. ايوه كويس كده، يلا يا سامي. هل تستطيع نحلة من مجموعات عاملات النظافة؟ أنت أن تطبخ من مجموعة حرس الخلية؟ ده من فهم انتي، انت شايفة ايه؟ اقري كده الاختيارات. لن لك لا لأن لا لأن لكل نحلة وظيفتها الخاصة بها. ها نعم، لأن النحلة يعمل كمجموعة كمجموعة واحدة. لا، لأن الملكة لا تسمح بالفوضى. نعم، بشرط أن توافق الملكة على ذلك. جميل. انت بقى من وجهة نظرك انهي واحده من دول صح؟ يعني اجابه السؤال ده مش في القطعه، انت من فهمك للقطعه ونظام خليه النحل ألف هتختاري انهي واحده فيهم؟ ألف الف. ماشي انا موافقك في الراي ده. تمام يلا يا حلا، اي من الجمل التاليه هي راي وليست حقيقه؟ يعني ده رايك انت لكن هو ده مش حقيقي. ها الف، لكل خلية ملكة واحدة فقط، ده رأي ولا حقيقة؟ رأيي لا دي حقيقة، الملكة الخلية فيها ملكة واحدة بس. طيب النحلة حشرة اجتماعية، صح. يبقى ده حقيقة. تؤدي النحلة عملها بنظام رائع، حقيقة ولا رأي؟ حقيقة. لكل حقيقي نحلة في الخلية عمل تقوم به، بتهيألي ده الرأي. إيه؟ ده رأيك أنت، أنت شايفة إن الكل نحلة في الخلية عمل بتقوم به، صح؟ ايوه مس، طيب نص النحلة هو نص قصصي، إقناعي، معلوماتي، إرشادي. يلا يا سنة. نص النحلة هو نص قصصي بيحكي لك قصصي، يعني بيحكي لك حدوتة معلوماتي. معلومات، يعني بيجيب لك معلومات عن النحل. طيب حلا، ما هو هدف الكاتب من وضع نص النحلة؟ ها
هو هدفه ايه؟ ان هو بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عن يعني بيقول لنا النحلة بتعمل ايه وليها ملكة واحدة يبقى هنقول هنا معلومات عن النحل. عن النحل ونظام الملكة الخلية، مش كده؟ ووظيفة النحل داخلها، تمام؟ طيب، فما ما نعم. إذا تعتبر النحلة من الحشرات النافعة للإنسان حسب رأيك؟ من رأيك أنت، إيه هي النفع اللي أنا بستفيده من النحلة؟ لأنها بتعمل لنا عسل، العسل تمدنا صحي، بالعسل. وكمان ها؟ ايه اكبر فايده ليها ان هي تدينا العسل؟ تمام، كتبته معايا، أيوة مس كتبته معايا فين؟ جبت الملزمه اصلا؟ مس انا مش قلت الملزمه دي تطبع؟ انا مفيش حاجه قلتها اتعملت. ماشي، يبقى هناخد سكرين شوت. يلا بس هروح اجيب التليفون. كرايه. ماشي يا حبيبي، يلا تعالوا بقى السؤال اللي جاي. ماذا نتعلم من النحلة؟ احنا بنتعلم من النحلة الايه؟ وهي حل نتعلم من النحلة لأننا نشتغل العسل. العمل بجد. برافو عليك. ها، ايه كمان؟ ها، النظام، صح؟ ايه كمان؟ لو سمحتي يا سما، ممكن تخليكي معانا بعد اذنك؟ مش بفكر. ماشي. ايه كمان؟ يس. قولي. ونعمل بجدية هو نأخذ منهم العسل. ماشي، ما هو ده باشا، ما هنتعلم بقى منهم ايه كمان؟ مش هما بيتعاونوا عشان خاطر الخلية؟ يبقى العمل بنظام، العمل بجد، والنظام والتعاون، كل ده بنتعلمه من النحل. يلا بقى نشوف قواعد النحوية. اختيار من متعدد لمن يعود الضمير. فما الضمير ها في كلمة يطعمها، سطر 7. تيجي نطلع لسطر 7. اوكي. نعد كده سطر 7. 1 2 3 4 5 6. يطعمها،
الضمير هذا بيعود على مين؟ النحل يعتني بها، ينظفها، يطعمها، يحرسها. ها؟ يحرسها. أيوة، الحاء عائدة على مين بقى؟ بتعود على مين؟ يلا نشوف الاختيارات. ها؟ بيعود على العاملات، ولا بيعود على الخلية، ولا بيعود على الملكة، ولا على الشرانق؟ الشرانق. لا. ها؟ الملكة. الملكة. برافو عليك. الضمير ها في كلمة بمفردها سطر واحد. شوف سطر واحد. النحلة من الحشرات النافعة للإنسان، وهي حشرة اجتماعية لا تعيش بمفردها. يبقى الهاء دي عائدة على مين؟ مفرد قصده بها على مين؟ ها؟ عقد على عقد على هنشوف الاختيارات. النحل، الإنسان، الديدان، الشرانق. ها؟ النحل. النحل. نحل. برافو عليك. هي ما بتعيش بمفردها اللي هي النحلة. الضمير ها في كلمة رحيقها. النحل ولا الأزهار ولا العاملات ولا الملكة؟ من غير ما أبص، هو إيه اللي ليه رحيق؟ النحل اللي رحيق؟ لا. ها، امال ايه اللي ليه رحيق؟ الأزهار. الازهار. برافو عليك. تمام. اوكي، يلا ناخد الجزء ده سكرين عشان نكمل الباقي. خدناه؟ لا لسه. يلا ألو، بينا. تعالوا بقى نشوف الجدول ده. المفرد هنجيب الجمع بتاعه، والجمع هنجيب مفرده. يعني كلمة ديدان، مش ديدان دي جمع؟ مفردها إيه؟ ملكة. مفرد ديدان ملكة؟ ديدا. دودا. دودة. طيب ملكات مفردها ملكة. ملكة. يلا يا حلا، خلية جمعها، خلية مفرد جمعها خليات. خلايا. خلايا. شرنقة جمعها حلا. شرنقة. شرانق. برافو. اوكي، ناخد سكرين برضو.
ما هي لو كانت لو كانت الملزمه اتصورت او اتطبعت كان هيبقى الموضوع اسهل بكتير من كده. خلصته؟ لا مش انت عامل ايه كده؟ مش هيروح، مش هيروح حتى بالسمك. ألمس يلا يلا. حلوة أوي الجملة دي، يلا بقى بينا. أول الجمل التالية من المضارع إلى الماضي، يعني الفعل عندنا مضارع هنخليه ماضي، تمام؟ تحرس العاملات الخلية وتدافع عنها. هنا تحرس مضارع وتدافع مضارع، عاوزين نخليهم ماضي، هنعمل إيه؟ كان ماضي آه أي كلمة الحالية أنا بقول دي أفعال مضارعة، تحرس وتدافع، عاوزين نحولها الماضي. ها مس قولي. خرجت ودافعت خرجت تحرس، تحرس الماضي بتاعها إيه؟ مس انا حرست. حرست. حرست العاملات الخلية وإيه؟ الماضي بتدافع إيه؟ مس انا مس قولي يا لولو. دافعت. برافو عليك. ماشي. يلا يا سما، حول الجمل التالية من المفرد المؤنث إلى، بص كده الجملة هنا بتتكلم عن مفرد مؤنث. بل تعيش في جماعات كبيرة داخل خلايا كبيرة خاصة بها. إيه المفرد مؤنث؟ عايزة أحولها لمفرد مذكر. هنقول إيه يا سما؟ بل يعيش في برافو. جمال ها بل بل يعيش في ج... في جماعات اه كبيرة داخل خلايا كبيرة داخل خاصة به. خلايا كبيرة خاصة به به. جميل. يلا يا حلو. حل حلو. نعم عاوز اخلي الجمله دي مثنى مذكر. ها اوكي ما ثاني ايه كلمة ما ثاني ما ثاني ايه الجمله كلمة قدامك اهي، حوليها لمثنى مذكر.
مدينة البنت. أنا بقول مثنى ومذكر، خليهم مثنى ومذكر. ها؟ يلا يا سما نعم حولي لي الجملة دي لمثنى ومذكر. مستنى مذكر، آه. بل يعيشون في، لا ما يعيشون، الواو والنون دي علامة الجمع. بل يعيشون في مجاع في يا بنتي جميع. يا بنتي، الواو والنون علامة الجمع، أنا عايزة مثنى. مثنى. بل يعيشان في مجموعات كبيرة داخل خلية كبيرة خاصة بهم بهم؟ بهن 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 لا بل يعيشان في جماعات كبيرة داخل. طب معلش احنا هنقفل ونفتح بسرعة عشان خاطر ما يطولش معانا. يلا اوكي.